إذن سعد حازم، المنسق الوطني للهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية. إذن اليوم في الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، واللي هي هيئة تضم 17 منظمة شبابية حزبية مختلف الشيبات الحزبية المغربية بمختلف مرجعياتهم الفكرية والسياسية، تنظم هذه الندوة أولا انخراطا منها كهيئة في الدينامية المؤسساتية حول النقاش المجتمعي حول النموذج التنموي الجديد، ثم باعتبار ان هذه المنظمات الشبابيه الاحزاب ديالهم مختلف الاحزاب ديالهم هي قدمت مذكرات للجنه ديال النموذج التنموي، ونحن اليوم داخل الهيئه الوطنيه للشباب والديمقراطيه تنشغلوا على مذكره اللي هي موحده اللي تتجمع الجانب المشترك اللي تيهم الشباب المغربي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم انا سعيد بالدعوه اللي وجهت للهيئه الوطنيه للشباب والديمقراطيه، اللي واحده من المؤسسات اللي مفروض انها تدلي بدلوها في النقاش العمومي اليوم في المغرب حول النموذج التنموي الجديد وموقع الشباب في هذا النموذج. هو سؤال من الاسئله الكبيره طبيعه الحال. انا كنقول الشباب هو في قلب هذا النقاش اللي كاين ديال صياغه نموذج تنموي جديد. اولا لان الشباب وحده من المعضلات ولا من الاخفاقات ولا من النقائص ديال النموذج التنموي الحالي هو انه لم يستطع ان يلبي الاحتياجات ديال الشباب في مجموعه الاصعده، المجال السياسي، في التنميه الاقتصاديه، في التنميه الاجتماعيه. مثلا 20 فبراير والحراك الشبابي اللي كان أظهر تطلع شباب مغربي نحو دولة مغربية قوية ديمقراطية ينعم فيها بالحرية في التعبير على الآراء ديالو، الحرية في الإبداع، يشارك فيها مشاركة فعلية في صناعة القرار العمومي، وأيضا دولة يعني تستطيع أن يعني توطد أسباب نهوض ولا تحقيق تنمية متوازنة. هاد الشباب يمكن يلقى فيها فرص الحياة، يلقى فرص ديال الشغل، طبيعة الحال يحس فيها بأنه العملية ديال التكوين والتأهيل والتثمين الرأسمال البشري تعطي الأكل ديالو، وأنه جزء من العملية ديال صناعة ديال يعني المستقبل ديال بلاده. طبيعة الحال المؤشرات للأسف كتقول بأنه 40% تقريبا من الشباب الحضري عاطل، 25% من الشباب مغربي ذوي الشهادات العليا عاطل. الشباب عموما ينزع نحو يعني افتقاد الثقة في المؤسسات، في المشاركة السياسية، ثقة في الأجواء العامة في الدولة. إذا هناك يعني مؤشرات وقضايا مقلقة بالنسبة لهذا الشباب. المناسبة يعني السانحة هو أن يطرح تصوره لهذا النموذج المستقبلي، كيف يمكن للنموذج يعني التوجهات الكبرى ديال البلاد في السياسة، في الاقتصاد، في التنمية الاجتماعية، اللي ممكن يعني تخرج بالمغرب من هاد المؤشرات السلبية اللي هضرنا عليها. المغرب الحمد لله فيه فرص، فيه تنمية، فيه مجموعة ديال الأوراش اللي نجحنا فيها، لكن هناك أيضا أمور أخرى عالقة اللي ما بقاش من المقبول أن نتردد حيالها ولا أنه نأجلوا الحلول. إذا أصبح من الضروري كما قلت أن يجيب النموذج التنموي الجديد المستقبلي على هذه الانتظارات وعلى هذه الأسئلة الكبيرة ديال الشباب. وكنظن إذا جاوب النموذج التنموي على انتظارات ديال الشباب غيكون نجح أنه ينتقل بنا إلى مرحلة جديدة اللي يمكن نطمحوا فيها إلى أن نصبح دولة صاعدة إن شاء الله.